تم تأخير الملف لأربعة ثلاثة لإعداد الدفاع بطلب من المحامين. تم تأخير الملف على الحالة ربما ليفسح المجال لتقديم دفعات شكلية وأولية في إطار ما تنص عليه قانون المسطرة الجنائية. تم تقديم مجموعة من الأطباء، تم تقديم مجموعة من الممرضين. الملف يتعلق على العموم بما نسب لهذ الأشخاص من إهمالات طبية ربما يقال أن نتجت عنها وفاة. على أي حال المحكمة والمحاكمة كفيلة بأن تجيب على أسئلة الجميع وأسئلتكم بما في ذلك. هو في البداية تم تقديم الملف وتقديم المتهمين، يعني مجموعة كبيرة من حوالي 17 المتهم تم تقديمهم أمام السيد الوكيل العام للملك، على اعتبار أن الأمر حسب اعتقاد الضابطة القضائية وحسب اعتقاد النيابة العامة كان يتعلق بجنايات أو جنايات. فيما بعد اتضح أن الأمر يعني لا يصل إلى الدرجة وتم إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. هذه المجموعه ديال الاشخاص البعض منهم تم الحفظ ديال الملف نهائيا بالنسبه لهم وغير متابعين، والبعض الاخر تبع في حاله الصراح، وثلاثه ديال الممرضين هما الذين تم تقديمهم في حاله اعتقال الان، يعني في اطار الاعتقال الاحتياطي. المحامون الذين يؤازرون هاد الممرضين التمسوا الصراح. على اي حال المحكمه قررت ادراج الملف للمداوله في الصراح المؤقت لاخر جلسه اليوم. الجميع في انتظار، ممكن ينتظرهم، انتم في انتظارهم، والملف هو تاخر لمناقشه في الموضوع، ولكن الكفيل بالجواب على الاسئله هو المناقشات التي ستلي جلسه 4/3 ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.